الوقود أوشك على النفاذ، لابد أن أصل إلى أقرب محطة وقود. تمهل يا والدي، هذا ليس الطريق الصحيح، لقد غيرنا الطريق. لقد اضطررت لتغيير الطريق لأن السيارة تحتاج إلى الوقود. وقود؟ وما فائدة الوقود في السيارة؟ نضع الوقود في السيارة ونتجه بعدها إلى مختبر العلوم لنجيب على أسئلتك يا مالك. هل من الممكن أن أجيب على سؤال مالك يا أبي؟ بالطبع تستطيع. لكي أجيبك يا مالك، سوف أطرح عليك سؤالاً. هل ستجيبني أم تسألني؟ الاثنين، سؤال ثم إجابة. هل تستطيع يا مالك لعب مباراة كرة القدم دون تناول الغذاء؟ بالطبع لا، لن أستطيع أن أكمل المباراة وسأسقط من التعب. هذا لأن طاقتك قد انتهت. بطاقة؟ أنا ليس عندي بطاقة. وما علاقة البطاقة بعدم قدرتي على اللعب؟ أنا لم أقل بطاقة، قلت طاقة. طاقة. أحسنت يا أنس، ولكن اسمح لي أن أوضح شيئا لمالك. تفضل يا أبي. نحن عندما نأكل يتحول الغذاء في جسم الإنسان أثناء عملية الهضم إلى طاقة كيميائية مخزنة نستخدمها عندما نتحرك ونمارس جميع الأنشطة وقت الحاجة، مثله مثل خزان الوقود في السيارة. يخرج منه الوقود ليحترق داخل غرفة المحرك ويتحول إلى طاقة تساعد على حركة السيارة. فمفهوم الطاقة يا مالك يعني القدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير. الآن فهمت. لو الوقود داخل السيارة فهو عندما يخترق يتحول إلى طاقة تتحرك بها السيارة ودور الطعام في جسد الإنسان، فهو يمده بالطاقة اللازمة لحركته. أفهم معنى الطاقة، ولكن هل تقصد بالشغل أن نذهب إلى العمل كل يوم؟ لا يا أنس، ولكن لكي نفهم معنى الشغل سأسأل سؤالين. تفضل يا أبي. السؤال الأول، من منكم يستطيع دفع حائط بيده؟ لا أحد منا يستطيع فعل ذلك، فالحائط أقوى بكثير منا. أحسنت، إذن الحائط لن يتحرك. أما السؤال الثاني موجه لك يا مالك، هل تستطيع أن تدفع سيارة صغيرة للأمام؟ طبعا، لأن قوتي أكبر منها. نعم يا مالك، لأن قوتك مناسبة لتحريك السيارة الصغيرة مسافة معينة في اتجاه القوة المؤثرة، فأنت بذلك تبذل شغلا. أما في حال الحائط فقوتك لن تستطيع تحريكها، فأنت بذلك لا تبذل شغل. إذا لعمل الشغل لابد أن يتوفر لدينا قوة أكبر من قوة الجسم لتحركه، ومسافة لابد أن يتحركها الجسم في نفس اتجاه القوة. يا أنس، هذا هو قانون الشغل، القوة في المسافة، ووحدة قياس الشغل هي الجول، تكافئ النيوتن في المتر. لقد فهمت مفهوم الطاقة، والطاقة تستخدم في بذل الشغل، ولا يبذل الشغل إلا من خلال قوة تؤثر على الجسم ليتحرك مسافة معينة. أحسنت يا مالك. يا مالك، إنك الآن فهمت موضوع الطاقة جيدا. فضلك يا أبي، شكرا لك.